البنات لاباس عليكم؟ نتوما على خير، اشكر صحيحه وكلشي بخير. اليوم غادي نصايب معكم واحد الفطائر بالبطاطا، بحال شكل معقوده ولا شنو. انا المهم باش ما نطولش في الفيديو، غادي نوريكم كيفاش حكيت البطاطا. غنوريكم عين كيفاش تتحك، تتحك في هذه الجهه الغليظه، ما تتحكش في الجهه الرقيقه، تحك في هذه الجهه الغليظه. تنحكوا فيها الفرماج الحمر فيها باش نحكوها، باش تنحكوا تندروا البطاطا هكا على الطول، ماشي هكا على العرض، تكون هكا على الطول. راني بديت تنحكها باش نحط شرائح طوال. نشوفوا قدامكم كيفاش يهبطوا. وراني درتها في هذا البناء هذا، وخويت عليها الماء بارد مقلاصي، باش يكون بارد مزيان باش ما تتكحلش وباش تجي مزيانه. شفتوها كيف جات؟ جا هكا الخيوط ديالها، ما خصهاش تحك في شي حاجه واحده اخرى. من بعد تم نغسلوها باش ما يبقاش فيها داك النشا ديالها وداك الشيء. نغسلوها هنا هكا، وتناخذ واحد سميتو، ناخذ واحد المنديل ولا واحد السربيته، وتنديرها هكا في شي شبكه ولا في شي انهاك ولا في شي حاجه. وتناخذ البطاطا ونعصرها شويه من الماء، حيت خصها ضروري تعصر من الماء باش داك الماء ما يجيش في الداخل ديالها، نتا تكون تقلى ما تجيش لينا خضره ولا شي حاجه. تنديروا ليه بحال هكا وتنديرهم هكا الحيط هذا باش نوري لكم الكاميرا مزيان. نعصرها من الماء مزيان بحال هكا، مزيان عصروها من الماء، تتبقى هاد اليد هادي تدور هاك وهاد اليد تدور هاك، كل وحدة تدور العكس ديال الاخرى حتى تعصر مزيان من الماء، ما يبقاش فيها كاع نهائيا الماء. شي سربيتها هاكا ها هو، وسميتو كيفاش تجي ناشفه بحال هكا. المهم سمحوا لي راه ما عطيتكمش المقادير ديال شحال من بطاطا، جوج بطاطات كبار هادو. بعد ما نقيتهم وغسلتهم وحكيتهم وعصرتهم مزيان هكا باش يجيو على هذا الحشم الطولي بحال هكا. من بعد تنضيفوا ليهم شويه ديال الزيتون اختياري، ماشي مشروط باش ديريهم، غير انا بغيت نديرها فيهم. الزيتون اللي تيكون دوائر وتتعاودي تقطعيها عاوتاني رقيق هكا. جوج معالق كبار ديال المعدنوس، غير المعدنوس ماشي القزبر، وجوج معالق ديال الفورس، هاد الفورس يخليها لنا تكون مزيانه. جوج معالق كبار، راه دايما تنقول لكم جوج معالق ولكن راه تنعبرهم، ما عرفت كيفاش تهبط فيهم البركه ولا ما نعرف حتى نعمرهم. بيضه وحده غنديروا بيضه، وحتى الا ما تجمعاتناش عاد نزيدوا البيضه الاخرى. تنديروا فيها في التوابل غير شويه ديال الملحه، وتنديروا شويه ديال الابزار، بحال مثلا الابزار غير نص معلقه، والملح نص معلقه صغيره. المهم تنعجنها هكا بيديه باش نعرفها شي كلشي خصو يتلبس، البيض والطحين وداكشي البطاطا باينه ما كفاتنيش البيضه من لمستها بيدي، عرفتها بين راه ما كافياش. حيت البطاطا كبار انا غادي نزيد البيضه الثانيه، نتوما ديروا بحال هكا.
غادي ندير لكم هذا اللي باقني يلاه بادين ولا شي حاجه وبغاو باش تجيهم من دائره مقاده يمكن لهم يديروا هاد اللي سنديروا بهم دوائر ديال الحرشه ولا شي حاجه. ديري بهم بحال هكا بحال هكا باش يجيو كلهم قادين بحال هكا. وكنا ناخذو ما قدمت لكمش قبيله الفرماج، انا خديت غير الفرماج، انتم اي فرماج عندكم تستعملوه، انا بالنسبه خديت الفرماج ديال سميتو ديال الساندويش وقطعته هكذا مربعات هكا. غادي ندير واحد مربعه بحال هكا في الوسط وغادي نهز عاوتاني باش تجي هاد الفطائر تيجيو معمرين من داخل بحال هاك. حاولوا تضغطوا عليهم مزيان باش يعطونا هاك. نتم ناخذو يا كاين يمكن لكم ديروه غير ب كاين كل ديروه غير بالمعلقه، تحطوهم غير بالمعلقه بلا دوائر بهاد الدوائر هادو. كاين كلكم تحطوهم غير معلقة وتقادوهم راه تتهز بسهولة. تاخدي هاك تديرو غير جوج معلقات باش يبقاو يساعدوكم، راه تيجيو زوين ولا رائعين، تيجيو بنان. ندير لكم وحدة بلا سميتو، هانتوما تنديرو لهم هاك جوج معالق وتتبداو تضغطو بحال هاك. اللي ما عندهاش الدوائر ماشي ضروريين بحال هاك بحال هاكا. ونحطو الدائرة هنا هاكا، نديروهم الزيت ما تكتروش الزيت، ماشي بحال البطاطا اللي غنقليو. تتقادو هكذا من الجناب صافي. انا نقليهم ونوريهم لكم من بعد. حتى نبقاو بحال هكا حتى تنقلبوهم تياخذوا هذا اللون الذهبي، بعد ما تياخذوا هذا اللون الذهبي تنديروهم في ورق نشاف. وهما راه ما تيجيوش شاربين الزيت، الزيت ما خصهاش تكون كثيره، تكون شويه قليله ما تكونش كثيره بزاف وصافي. هادشي اللي تيكونوا هكا تيجيو محمرين وتيجيو لذات. وانت نتلاقاو في التقديم ان شاء الله. البنات ها هو الشكل ديال هاد الفطائر اولا معقوده، مش الشكل ديالهم، تيجيو محمرين واللون ديالهم ذهبي، راه تيجيو لذاد زوينين. يمكن لك تقدميهم الا كان عندك الحوت ولا شي حاجه ترافقيهم بالحوت. وسميتو تيديروا تيجيو ماشي غير بالبطاطا، راه تيجيو بالقرعه الخضراء ديك كوجيت، وتيجيو حتى بخيزو نفس المقادير غير بدلي البطاطا اما بخيزو اما كوجي. و تيجيو لذات. وبالنسبه للبطاطا راه درتها خضراء، راه ماشي سلقتها، راه درتها خضراء، غير نقيتها وغسلتها وحكيتها ومن بعد درتها في واحد الاناء وكبيت عليها الماء بارد مزيان. وراه شفتوا الطريقه كيفاش تعصرتها وعضفت ليها المقادير. نتمنى تعجبكم وبسلامه عليكم حتى الفيديو واحد اخر ان شاء الله.